اطمنكم بسرعه على النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي هنشوفه بكره اخيرا بعد طول غياب قدام الجونه ان شاء الله وامام الجونه ان شاء الله في الخامسه مساء. اقول لكم القائمه اللي اختارها فايلر بسرعه: 22 لعيب في مواجهه الجونه او في معسكر الجونه بكره ان شاء الله. علي لطفي واكرامي والشناوي، احمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، محمود وحيد، حسام عاشور، وعمرو السليه، وديانج، وليد سليمان، واحمد الشيخ، ومجدي قفشه، جونيور اجاي، رمضان صبحي، جيراودو، حسين الشحات، مروان محسن، ووليد ازارو. دول 22 نجم في اختيار فايلر لمواجهه الجونه بكره ان شاء الله. يكون في 18 لعيب، اكيد في اربع لعيب هيستبعدوا بكره من القائمه للمباراه. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، وحشنا جدا جدا النادي الاهلي، واكيد وحشكم انتوا كمان. ان شاء الله نشوفه بكره في احسن وابهى حالاته. اعتقد ان فايلر خد وقت طويل جدا ان هو يدي كل ما يملك من افكار للاعيبه النادي الاهلي. كنا قلنا قبل كده، او انا من وجهه نظري قلت ان فتره التوقف ممكن يستفيد منها اكبر استفاده، لانه في وقت قليل ورانا الاهلي بصوره جميله قوي، اقنعنا كلنا بمستوى النادي الاهلي، اقنعنا بافكاره هو شخصيا كمدرب، كلنا فرحنا جدا بيه وقلنا ان هو ممكن يبقى ليه امجاد كبيره جدا مع النادي الاهلي. تخيل بقى لما ياخد وقت اطول. دي كانت من وجهه نظري. في وجهه نظر ثانيه بتقول لا، الاهلي كان ماشي كويس وممكن التوقف ده يعني يعطله شويه، لكن ان شاء الله مش هيحصل، وباذن الله نشوف النادي الاهلي بكره في احسن حالاته. الاهلي سافر النهارده زي ما حضراتكم عارفين، ووصل الغردقه بسلامه الله. ان شاء الله الماتش بكره في الخامسه مساء.